بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في مقاصدنا وفي مقاصدكم. وإذا حمل الصحابي قيل أو التابعي مرويه على المتنافيين فالظاهر حمله عليه. أجر صحابي كراوي حديثا ويا تابعي كراوي شيئا لصحابي راوي رواية لصحابي صحابي كراوي لبيغمبري صلى الله عليه وسلم تابعي كراوي لبي صحابي ويا بقسي قيلي صحابي يا تابعي صحابي يا تابعي منظور قيلك صحابي كشي دقلا. وإذا حمل الصحابي قيل الصحابي أو التابعي منظور قيل دا صحابي كشر ملحوظة. أجر صحابي يا بقول قولك صحابي يا تابعي مرويكي خوي حمل كرد سر يشيك لدو معنايش كأو دو معنانا متنافبون كالقرئ وكو قرأ أري قرأ بو يا قرأ بو ها قرأ بو تماشيكا بس قرئش قرئش هدو كان هاتون أصلا كي قرأ ويلمو كي دوايا هنا قاموس قاموس دلاء القرأ ويلموش قرأ قرأ وكو قرأ يحمله على الطهر أو الحيض رابيك كصحابيك يا تابعيك يا ساكا قرأك حمل دكاتة سر طهري مثلا حديث رواية كدو قرأك دايا قرأك حمل دكاتة سر طهري يا حمل دكاتة سر حيزي حيزو تهر دو معناي متنافين دقليك حمل دكاتة سر يجيك لوانا رابيك جا صحابيا كو خلافي تدانبو يعني بالنسبة خبرك خلافي تدانبو فالظاهر حمله قيل دلاتا اي تابعي شروايا اگر صحابيك قيل يك دلا يا تابعيك مرويك حمل كده سر يشير لدو محملي متنافي فالظاهر اما شروادكين فالظاهر حمله عليه ظاهر اويا حمل بكرت مرويك حمل مرويك بو سر يعني مجتهديش مكلفة بوي حمل بكات سر اوي لان الظاهر انه انما حمله عليه لقرينة چونك ظاهر اويا ك حمل كدو تسريه شغله ودو معناه انا باو التوجه بوي كمتنافين شاكا لقرينتين حمل كدو يعني والا بيغمبري حالي بو صلى الله عليه وسلم يا مرويك والا صحابيك حالي بو صحابيك بالواسطه دزي توصل بيغمبري نهايه صلى الله عليه وسلم ايدي برجير ترنا برجير تر لتابعي ظاهر اويا حمل كدو لقرينتين. وتوقف الشيخ أبو إسحاق أبو إسحاق توقفك دول السروي آية حمل لك تسر أو ما يحملوا ويانا سر أو أحد المحمليك صحابك كدويتي يا تابعي كدويتي توقفك دول حيث قال فقد قيل يقبل وعندي فيه نظر شاكا دل توقفك دول شنك كتويتي شنك كتويتي فقد قيل يعني وقت شيء وبحثي كردو كتويتي قيل يقبلوا قيل أو حمليك تابعيك كردويتي يا صحابيك كردويتي قبول ذكري يعني مش حملي لكي نسلوي أما وعندي فيه نظر لكن من نظرت يداها يا تاك أو قصيك أو كقبول حمل بكري حمل بكري تسلوي يعني أو قصي فيه نظرنا تاك دي أو قيليك دلا 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 دو قصي قيلي دا نظر هيا او قصي قيلي نظري تدا هيا معنى او اني لا يقبلو بلكو منظوري لويك معلومني يقبلو يا لا يقبلو يا اي لاحتمال ان يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة بويا نظري تدا هيا چونك احتمالي هي حملي ككردوا لبر نظري خوي لبر موافق رأي خوي حمل كردو نقل قرينة تمام زي ما زور أقصب وتوقف لي والدجيرية دل قيل يقبل أو يكتوى كتوية قيل يقبل قيل دل يقبل سلام عليكم ورحمة الله بلى
ده شيخ أبو إسحاق كتويتي قيل يقبل، قيل كتويتي قبول ذكري، وعندي بن، لكن من فيه دقسي أو قيلي دا كي يقبل بونك أو نزري تداهي، ده أو نزري تداهي بمعنى رت كرنوانيا، بمعنى أو لا يقبل بتوري قطع ظاهري أو قصي أويا كان أو ناكر بقاطعية وبلا يقبل نك أو وفيه نظر وعندي فيه نظر يعني لا يقبل بويا حمل يكر وتسر توقفه دنا دكري حمل نك يسر توقفه بلا أبو إسحاق كويتي لا يقبل ولأوقص معناه لا يقبل إنيا كدلا وعندي فيه نظر دو قصيدا كدلا يقبل نظر هيا أو نظر وارد كدنا بمعنى ددان هنان بول بلا يقبل دانيا بل كو منظوري لويك دكري يقبلون به واتم معنى توقف ددا متوزيبون أي أو أي شارح رقلي خستوا كتبوه كتبيتي فيه نظر أي لإحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة شنك دكري أو احتمالها كحمل صحابيك يا حمل تابعيك تاكا بوسر أو أحد المحمليني حملك لبر أوي أو حمل موافق رأي خوي بو نقل بر قرينة حملي كربية شنو احتمالها يا ناكري أو بقاطعية ولا يقبلوا دبيت خلاصة توقف تمام وإنما لم يساوي التابعي الصحابي على الراجح لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب بويا بنا بقول الراجح قول الراجح كبيش قيل قيا قول الراجح كأوي وإذا حمل الصحابي فالظاهر حمله عليه أويدي كبقيل دل أوي التابعي دمرجوح كيدا تابعي كوك صحابي كيوايا وليد دراجح كيدا دراجح كيدا تابعي كي ليه دراويش تو تابعي كوك صحابي كينيا بويا مساوين تابعي دقل صحابي كي على القول الراجح شنك الظهور قرينا بالنسبة صحابي كي ظهورك أقرب ترى لقبوله أقرب ترى شن أو مشاهدي صاحب شريعة كي كدو مطلع بو بسر شتيش لا كتابعي مطلع لبو بسر ويدا ظهوري قرينة بوي أقرب ترى أقرب ترى أقرب ترى لقبوله يا أقرب ترى لتي نا ظهوري قرينة بو صحابي كي أو ظاهر بونا محتمل ترى بوي يعني أقربوا لحقيقتها تاوكو أويدك بلا ظهورك أقرب ترى ظهورك أقرب ترى أقرب ترى بلا ظهورك أقرب ترى مفلل عليه كبيت نفس الأمر مفلل عليه أقربك يعني أو ظهور بو صحابك أقرب ترى لنفس الأمر هتا ظهورك بو تابعيك هي ظهوري تابعي كي لواقع ذكري دور ببيتوا ولي ظهوري كبو صحابي كي هي لنفس الأمر أقرب ترى البجهتي نزيك تربوني لشارعي تمام بلا ولي إذي قول راجح أويك حمله عليه إذي قصي أبو إسحاقي فرده ونيا قول الراجح أويا كحمل ذكري هل واقعا شروايا شنك صحابي كحمل دكا ما دام استهادي خوي بي دداني في ذا ديني باستهادكي أو براشكاوي حملناك كبراشكاوي حملي كر حملكي بر مبناي ظهورا دنا أو براشكاوي حملي ندكرت أتونا الراوية خوة دا صددي تشريع دانية يعني صددي بياني مسائل فقهي دانية دا صدد روايات يدا كدا صدد روايات يدا حمل دكا أو حملة ظهوري با توجه باستهاد نيا ظهوري با توجه باستهاد بايا لويدا بياني ندكر شاكا أو بإطلاق وين ندكت بإطلاق وكحمل دكا حمل كي ديار بر مبناي أويا شارعي دي وحملي كدو تسر أويا ويا تابعيك صحابيك يدي وكحمليك دو تسر أوي سرطان
أو جارق متنافين أبون وإن لم يتنافيا أي المحملان فكالمشترك في حمله على معنيه أجر متنافين أبون معنى كيان محمل كان متنافين أبون دقل يكتر لفظك وكو مشترك وايا تاكا دا حمل كردن بوسر معنيه دا كا راجح أو حمل لك لتسر معنيه يعني أجر متنافي نبون أجر متنافي نبون أما ودو حملي رابيكينا كبين رابيك حملي شي كذبية بوسر أحد المحملين واتا صحابك يا تابعك جومان لواني شي وينيا جومان لحملي وينيا دا سورة عدم تنافي دا أجر متنافي نبون استناد بحملي صحابك يا تابعكينا كين باكر بيشتي بل كل ديد جاي موا أو لفزوكو مشترك يوايا بو حمل كدن بو استرهدو معنا كاني داخوا حمل دكري تسرهدو معنا كانيانا بل الراجح أوي حمل دكري وكو مشترك يوايا بو حمل كدن بو استرهدو معنا كاني كأو راجحة أو راجحة تمام ظهورا أو احتياتا كما تقدم شاكا حمل دكري تسردو معنا كان حمل كدن سردو معنا كا راجحة راجحة لبر احتياد راجحة كهندي كان بيانوا احتياطا حمل لك تسردو كان بلا وكو مشترك يواد حمل كيدا حمل لك تسر معنى كان زا أو حملة بوسر معنى يهي يا ظهورنا كهندي كان وان تعبير كدتو يعني ظاهر أو كهردو كان مرادن شاكا هردوك مراد بن يا احتياد او يا هردوك مرادن او دا بيش دا بحث كرا او دا جزئي اول دا نسويتي دا صفحي دو صد ونظامنا او دو شعج دا جزء اولا كلكنا بيبينوا او ايا شافعي بيوا ظاهرة دا هردوك معنا كان دا لبر ظهورك حمل لكري يا قاضي دا يكد مجملة ولي احتياطا حمل لكري تسر هردوك بهر سورة حمل بوسر هردوك كراجع بو كا وكو مشترك يوابه دوي دا كراجح او يا حمل بكرة تسر هردوكان كارمان بحمل صحابيك يا تابعيكين فيحمل المروي على محمليه كذلك تاكا مرويك حمل بكرة تسر هردوك محملكان تاكا كذلك فيحمل المروي على محمليه كذلك وكو مشترك تاكا كذلك وكو مشترك بلا فيحمل بلا مرويكا بوصل هردوك معنا كاني كذلك وكو مشترك حمل لك تسر هردوك معنا كان تمام تمام يعني حمل لك ليه وكو مشترك حمل لك ليه منظور كذلك كاويا معنا كيف ولا يقصر على محمل المروي منحصر ناكل لسر محمل راويك على محمل الراوي يعني جونا دينا حمل راويك يا وقتي تمام با راويك حمل كربية دا صورتي تنافي دا أما حملي ويمان ذكر دا ميلاك ولي دا صورتي عدم التنافي دا وقت مشترك ويا كراجح أو يا حمل بكرة تسر هردو كان كواب مرويك حمل لتسر هردو كان وكو مشترك ويدي بسنده ناكره بمحملي راويكي بو معناي كراويك حملي كدوة السرية إلا على القول بأن مذهبه يخصص شاكا حمل ناكره إلا لسر قول بوي النبي كمذهب راوي مخصصة كأوج مردي اختلاب داخل مذهب راوي مخصصة يا مخصصنيا بلى فالمخصص إنما هو الدليل كما مر تفصيله ده صفحة إيردا ده سيوسي إيردا بلى لا يخصص بلى كأصح أو أبو مذهبي الراوي مخصصني
والأصح أن مذهب الراوي لا يخصص ذاك ولو كان صحابي جبه. تمام. جاء حملناك لتسر سرفا محملي راوي كي قصرناك لسر محملي راوي كي ما قال لسر قول بويك قول ضعيف قول بويك مذهب راوي مخصصة أقول قول ضعيف يبقرين بالله ديرج داهر واي وعلى المنع بل من حمل المشترش على معنيه يكون الحكم كما لو تنافى المجملان كما قال صاحب البديع شاك المعروف حمله على محمل الراوي قال ولا يبعد أن يقال لا يكون تأويله حجة على غيره دلا بنا لسر منعه كوقولي مرجوحة ونيا بنا لسر منعي يعني منعي بلا وكو مشترشي وراجح أو حمل لك ليه ونيا أجر قول با 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 عدم حمل يمكن كأو مرجوح بو بنا لسر منع لحمل بو سر هردو معنى كان منع لحمل مشترك على معنيه كأو مرجوح دا مشترشي دا منع لحمله بنا لسر قول بمنعي حمل مشترشي على معنيه أو وانكا أو مروية حكمكي يكون على يكون الحكم حكم مرويكي وكو أويلي دي كدو شيء مجمل متنافي بندقال يكتر دو شيء مجمل دو مجمل تنافي أنها بيه دقال يكتر مجمل يكون مجمل يكون الحكم كما لو إلخ في أن الظاهرة حمله على محمل الراوي كما أشار إليه بقوله كما قال تاك يكون الحكم كما لو تنافى المجملان كما قال صاحب البديع تاك وكو صاحبي بديع كتويتي المعروف حمله على محمل الراوي تاك معروف أويا حمل دكيت مشترك مشترشي غير متنافي محمل كاني يا مرويكا المعروف حملي وانككا حملي مرويكا على محمل الراوي وعلى المنع من حمل المشترشي على معنيه أجر قول بمنع ابكين كبلين مشترك حملناك لتسر سر هدوك معنى كاني حملناك لتسر هدوك معنى كاني يعني مجملة ودب قرينها بيبو سرية شغل معنى كان أو اختي حكم مرويكي وكو تنافيد مجملاني ليدي مرويكا با توجه متاكا حكم مرويكي وكو تنافيد مجملاني ليدي بلى. وعلى المنع من حمل المشترش على معنيه يكون الحكم كما لو تنافى المجملان ديدو شيء مجمل يقدر قال مجمل شيء تنافيان هبه جابوك ولده بلاء وعلى المنع من حمل المشترك على معنيه يكون الحكم كما لو تنافى المحملان نجم جملة من النقطتين التي قدامها نقطتين كما لو تنافى المحملان أجرد مشترك دا قول بمنعك قول مرجوح بو بنا لسر منعك قول مرجوح هذا مشترك دا منع لحمل مشترك على معنيه أخذ قولي مرجوح ده مشترشي ده قولي مرجوح أويك مجملة يقع حملنا كده بسر معنيه ده بيت مجمل أوج وق مشترشي وابي بنا لسر أويك أو وق مشترشي وابي ولا مشترشي ده قول مرجوح كي بقدين كلا يحمل على معنيه أو أختي أو مجملة كقريني ده قلا
حملي صحابي كي دي بتقرينا وكو وكو أويلي دي كدو كدو معنى كان متنافي بن أقدو معنى كان متنافي بان وني رعايتي حملي صحابي كمان ذكر يا حملي تابعي كمان ذكر أوج وقت مشترك يوابيو مشترك مجمل بي فوق كي أو مجملة كمجملة قريني حملي هي كقريني حملك حملي صحابي كي يا إتابعي كي وقويلي دي يعني أوقتي رعايتي حملي صحابي يا تابعي كي لك شون كلمة مجملك كقريني دك الله وعلى المنع من حمل المشترك على معنيه بنا لسر قول بمنع لحمل مشترك بوسر هدو معنى كان كود مشترك دا قول مرجوح بو حكم دا مروي كي دا وكو اوي وايا كمحمل كان متنافي بن دا قليك شون اقا محمل كان متنافي بان ظاهر او ابو حمل ما دا كد سر حملي سر او حملي كصحابي كردويتي يا تابعي كردويتي ديرج دا كمتنافينين رعايتي حملي صحابي يا تابعي كي دا كين حملي لكين سر محمول كيوي نينش حملي نكينيو تاكا حملي نكي بصد قسلي نكي نسر محمي لكي وحاولتوك اقا قرار وابي وق مشترك وابي وده مشترك دا قولي مرجوح دا نزر بقرين قولي مرجوح دا مشترك دا اوه مجملة اوه اقا معنى كاني متنافين بون دبتا مجمل ولي مجملة كقريني دا قضاء كقريني كاش حملي صحابيك يا اتابعيك تمام كما قال صاحب البديع المعروف حمله على محمل الراوي هل وكو صاحب البديع كتويتي معروف دا بين أصوليان دا أويا كحمل دكري حمله يعني مروي كحمل دكري تسر محمل الراوي أولا ابن نسيو حمله أي المشترك أو غلطة أو حاشي بنوا حمل مشترك منظور نيا حمل مروي كي منظورة مروي كحمل دكريتا او مروي منزوره كمتنافينو متنافينينو بلعم بو حسابي دقرين كاوكو مشترك وايو دا مشترك دا قولة مرجوحة كيدا نزل بقرين ك مرجوح اوايا كمجملة مشترك كتويت حمل دكريتا سر محمل راويكي قال ولا يبعد ان يقال لا يكون تأويله حجة على غيره صاحبي بديعي كتوتي معروف هو يحمل لك ذي بلام وشي بيو إزافة كدو كتوتي بعيد نيا كبلين حملي جناك ذي بعيد نيا بلا تأويلي راوي حجد نيا كتأويلي راوي حجد على غيره نبي يعني خلين ودو خليني دي كده كمين إجمالك هر باقية نبي انشي حمل بكر تسير هر بكام تمام صاحبي بديعي كيه كيه بديعي داناوا دبي بالنوا بزان البديع كدينا هذا أصولي ده. فإن بلا حمل فإن حمل يا حمل أي حمل الصحابي مرويه على غير الظاهر فإن حمل على غير الظاهر فالأكثر على الظهور أجر صحابيكا مرويك أي حمل كربوسر غير ظاهركي كأن يحمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي أوج موضوعي كذلك أو دو محمل بون دو محمل بون على السوية ولي متنافي بون أوج دو محمل تاك كمتنافي نينو هيتش جان ظاهر تنين لهيتش جان أوج حالتي كدو محمل بي إيشان ظاهر بي إيشان غير ظاهر بي صحابي كحمل بكات السر غير ظاهره كي ونيا او ده صورتي تنافي ده هيتيان ظاهرنين هيتيان ظاهرنين هتا ظهوره كبه بتقرينا ده صورتي لم يتنافياش ده هيتيان ظاهرنين بويا او قصانة دينا بيشيا هيتيان ظاهرنين لي هيتيان بويا بحسمان لسر ويداخ وادوي حملي ويدا كوين يانا كوين اما او جار اگر دو معناي هبيو معنا كان متنافي نبنو شاكا يا حتى متنافيش بن اما اي كان ظاهر نبي لي اي كان او دبي شاكا ده صورتي شي داكا بلا بلا
فإن حمل أي الصحابي مرويه على غير ظاهره كأن يحمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي أو الأمر على الندب دون الوجوب ونيا دي أخو متنافين هناك حقيقة بناك شاكا صار في نزل لتنافي وعدم تنافي أخذ نفس الأمر اشتكر هيا أي يا متنافين يا متنافينين أي يا متنافينين أي شو المنظور لو يا أو أبو هردو كان دا قنجي شاكا يا متنافي بن يا نبن إيش كان ظاهرة إيش كان غير ظاهرة صحابك حمد كدو تسر غير ظاهرة كي دل تابعي كي بو يا حزف كدوه شونك دليل قصة كي دا موردي تابعي دا صدقناك بويا شارح حمل كيف قد بو صحابي بردوته ونب وتابعيش أقا حمل صحابي كا مربي كي بو سر غير ظاهر كي حمل كبية وخو أو حملي لفظ كي كبية بو سر معناه مجازي نك حقيقي كمجازي غير ظاهرة بالنسبة حقيقي يا حملي أمري كربية بوسر ندبينك بوجوبك كوجوب ظاهرة دا أمري دا فالأكثر على الظهور أكثر لسر أوان كاعتبار الظهور دكري نقي اعتباري حملي صحابك أكثر لسر ظهور أي على اعتبار ظاهر المروي وفيه قال الشافعي رضي الله عنه كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحجزته دو موردي دا كشافعي فرمويتي شون أمن حديثي رهاد كم بقصي كسي قصك حملي صحابيك يا بقصي كسي حديثي رهاد كم كأجر هاو عسر بام دا قلوي إقامي حجتم لسر دا كردو مجادلم دا كرد دا قلي كبو حمل كردو تسر أو غير ظاهري وقيل يحمل على تأويله مطلقا قيل جدلا حمل لكرد سر تأويلي صحابيكي مطلقة أو مطلقة مقابل قصي قيلي دوايا دايا حملك سر أو حمليك صحابيك كردويتي سرو معنايك صحابيك حملي كردوا با غير ظاهري جبيا ونيا حملك سر تأويلي ويا حملي كردو تسر غير ظاهر حملي غير ظاهر في دلال تأويل حملك سر تأويلي صحابيكي لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل لبر دليل واي كردوا قلنا في ظنه قلنا بلا لبر دليل واكدو ولي بظني خوي دليل بوا وليس لغيره اتباعه فيه غيري ويل سري واجبني وبوينيا بوينيا اتباعي بكاد ظني دا ظني جلاك أو بوين وقيل يحمل على تأويله إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بقصد النبي إليه من قرينة شاهدها تاكا قيل لك دلا حمل لك سر تأويلي صحابيك أجر صحابيك سيرورتي ولاي أو تأويليك بي أو تأويلي أنجام دابي لبر أويك علمي بو بقصتي في غنبري صلى الله عليه وسلم قصتي بوانيش هبوا تاكا سيرورتك لبر علم بقصتي في غنبري بو في غنبري صلى الله عليه وسلم قصتي تأويلك كردوا علمي هبو بو قصتي ذا علمي ما بعلمي بإظهارات خوي دبي يعني صحابيكا كتيتي بويا حمل كردوا لبروي علم مهبو بويا كبيغمبر أوي كردوا أقا شن دكري تأويلك بكابة بي إشارة بويا كعلمي بوا دكري تأويلك أقر تأويلك لبر علم بيا يعني علم بويا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم قصدي أو تأويلك أو علمي ويجد بي بوما مشخص بيا كل تعابيري مشخص بها مثلا بلا علمتو كبي غبر صلى الله عليه وسلم مرادي او ابوا اقل بر علم سيرورتي بلا او تأويلي كبيني علم بقصتي بيغمبري الى او تأويلي ونيا جاء علم بقصتي بيغمبري من قرينة شاهدها علمي هبوا لطريق قرينيه شراك مشاهدي كردوا ونيا صار اليه لبر علمي بقصي بيغمبر وعلمي بقصي بيغمبر كش صلى الله عليه وسلم تاك الا قرينيه شرابوك مشاهديك الدوا اقل لبر اوي كربيتي امج وليو حملك يدك وين حملك لسر تاويلك يبي قلنا تاك او يد يد زارينا بدا اي تابعي دا
شو كعلم بقصي في غنبري من قرين شاهدها بو صحابي دبي بو يا دبي دا هر اختصاصي داو بو صحابي طبعا سي اوكي اللي اوكي اللي في بيشو من دول او بيشوش اگر حمد الصحابي كتأويل بكات هلا قريني اغنيا او نازاني قريني اغنيا با او تأويلي او كردوتي لقرينتين كردويتي ولي او قرينة نلسر تأويلك ايه قرينا لسر أويك علمي بقصي في غمري بوا يعني تأويل كي كدوا لبروي علمي بقصي في غمري بوا علمي بقصي في غمري كي لقرينا يجرى بوا قال علم ما النبي بوش كعلمي بقصي في غمري بوا ما دام تأويلي كدوا لقرينتين تأويلي كدوا مش تأويلي لكين ولشين سب تأويلي كوي أو دلا نا دبيع بزانين كأو سيرورتي ولا أو تأويلي لبر علم بقصتي في غنبري بوا أغا تأويلكي لبر علم بقصتكي بو بيع أو اختي حمل لك ليتسر محميلكي فرقي هي اللي قصتك بيش فرقي هي بو أنا في بوتنك ولا تل النفس الأمر دا آية دكرة صحابك لبر غير علم بقرينيك تأويلك كبير احتمال اجتهاد لو هر باقيا بلان احتمال اجتهاد ضعيفة ولي أغلق بلا علم مهبو بوي كفي غنبر صلى الله عليه وسلم قصدي أوي كدو لحالة اجتهاد رتيت دريا هني قلنا علمه ذلك أي ظنه ليس لغيره اتباعه فيه قلنا وشروك فيشي لليتوا علمي هبي بوي كفي غنبر قصدي أوي كدو وتظني هبي أو علمي بوي وتظني بوي ليس لغيره اتباعه جوك علم هيا وتظني بوي هبوك في غنبر قصي ويكدوا علمي بقصي في غنبري وتظني بقصي في غنبري شن ظننا ليس لغيره اتباعه فيه غير حقين اتباع بكاد أو ظن لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فإن ذكر دليلا عمل به أما أجر لا لا علم وظن بشي تدري ذكر دليل يجبك بو أو حملي أو جدايا ونيا أغر ذكر دليل كر جدايا فإن ذكر دليلا لسر أو حملي خوي عمل بدليل كي عمل لك بلا لبر أو حمل كردو لبر فلان دليلي أو أختي عمل به عمل ب بدليلك عميلة يا بقسك عميلة فإن ذكر دليلا عميلة بو دليلي يعني دي ساني جودوينا كوين دي ساني جودو دليلك إيدا كوين أغا ذكر دليلي كلا سر حملكي أو أختي قسك دا تسر دليلك إيدا أو دليلا أو إلي ورد جريا لي ورنا جريا عمل بدليلك إيدا كوين دي سانج ملزمين بو دوا كوتني ويبال الروان قي دليلي شراك بي او اختي دليلك بو مش هيا عمل بدليلك اي دكي وصلى الله على سيدنا حبيبنا برنشي دي كاش نخويني دوايا وحيش ما نخوين بو وايليها هدي بو لما يجد اخويني هرون دشاتوي ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين مسألة لا يقبل مجنون وكافر وكذا صبي في الأصح قبولنا كريب وروايات حديث وروايات مجنون روايات حديث منظورة بلا طبعا وروايات ديشن قبولنا كريب مجنون مجنون قبولنا كريب رواياته لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل شنك بوينا كريب وكابري مجنون خو باراستن لخلل دا دا روايته كيدا ونيا زياد كردن كم كردن خلل دي خلل تبا زيادة تبا بنقص ونيا سواء أطبق جنونه أم تقطعه أو زاد مجنونك إيش فرغناك جنونك أي جنونك مطبيق بيه همو أوقاتي هر مجنون بيه همو أوقاتي داقر بيه
يا متقطع بجنونك وأما وأثر في زمن إفاقته تأثيرها بتقطع جنونك ذا زمان إفاقة جدا جنونك تقطعك جنونك متقطع به مطبيق نبي هم أوقاتي دا نقر فيها أما جنون متقطعك تأثيري دا زماني تابونا ووهوش خوهاتنا ويداها به وهي جنونك متقطعني ولي زماني جنونك واسختا دا حالي ووهوش خوهاتنا وش داهر تأثيراتي هرماوة وكافر كافرش قبول ناكري ولو علم منه التدين والتحرز عن الكذب بابش زاندري لو كافري تدين وتتحرز لكذب بابش زانين بتجربة كوكابرايا تحرزي لكذب هيدرو يناكا لأنه لا وسوق به في الجملة مع شرف منصب الرواية عن الكافر شنك من حيث المجموع وسوق بيني من حيث المجموع يعني باب وجه وسوق به تشويني دي كذا وسوق بينيا يعني دا تحرز لكذب بس دا موسوق به بيا دشتي دي دا موسوق به نيا دا غير كذب دا اعتقاد دا موسوق به نيا في الجملة موسوق به نيا بإضافة أو كشرف الرواية يش شرف هونيا ختايوينيا لا وسوق به كضعيفة لا وسوق به في الجملة من حيث المجموع وتكار ما من حيث المجموع إذا أبو إير ما كار بيتي كتعرض لك زيبا شون كزعيف أبويا أو الرجل خصوكا مع شرف منصب الرواية عن يعني الكافري دقل أوجدا دا كشرف منصب الرواية شريف ترى لو ككافر رواية يبقى شرفي هي منصب الرواية بنسبة الكافري يعني الرواية شريف ترى لو لكافري روايات بكرية روايات مقامي كي قوري روايات حديث منصبي ما قلت له كافر واسطي روايات كيبية تمام خلاصة بوي روايات اللي قبل نازل في منصبي شريفة شرع روايات شرعي إسلامية من لكافري بالاترة أو بالنسبة كافري شرفي هي ولوي قبل نازل تمام ناخو جدا او لبر ربتي بدروي وراستي وبشريف ونا شريف بنبو لبروي جمع او جمع كز يمتنع تواطؤهم على الكذب كافرش به روايتني او روايني مسألة تواترين جدا تواتر دغلوي وكذا صبي مميز في الاصح او اصحب ما بعد كزايا او يدزاني دي وكزاي هنا منزول لويا في الاصح كبوان دي ناقرة دوا وكذا صبي مميز قبول ناكري بنا بقولي الصح صبي مميز بعض الروايات شي حضرتي عبد الله ابن عباس لو تيبانا كصبيب روايتك ذا زماني في غنبر الله صلى الله عليه وسلم من دال قال صبي مميز قبول ناكري روايتك بنا بقولي الصح با فإن تحمل فبلغ أو لو تيبايا شاك الصبي مميز قبول ناكري بقوله بروايته في الأصح لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يسق به شنك لبرأوي صبي مميز علمي هي بوي كمكلفني وقناحي ناقاتي جاري وآيق ونا بارزي لدروي وكوابو اعتمادي بيناكلي وقيل يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب قيل يقدر قبول ذكري أقرب تجربة بما سابد بوبك تحرزي لكذبها ولم يصرح المصنف بالتمييز للعلم به او مميزك شارح رقلك سو مصنف تصريحي بتمييزك نكدوا شنك هو معلوم بارقل جنخي فان غير المميز لا يمكنه الاحتراز شنك علتي قبول كرنيا احتراز لخلل علتي قبول كرنيا يعني دليل قبول كرنيا هو احتراز الى وانكيا ليس بغير المميز بويناكري احتراز لخلل كاو معلومة او صبي مميز منزورا تمام فلا يقبل قطعا كالمجنون صبي غير مميتون بويناكري احترازي على الخلل بكا قبول ناكري بلا خلاف مجنوني ومعلوم منظور لا مجموع عبارتك يرى ولا مجموع بحثك يرى معلومة
كسبي خسبي مميز منزول الدنانا مميزة كوا كافر كيواي وكو مجنون كيواي نقول كافر كي بويناك لي احترازي عن الخلل تمام والحاصل أجوكتي قبول ناكري مجنون مجنون لبر لبر عدم إمكاني احترازي عن الخلل اللي قبولنا ذلك خسبي غير مميز وجوايا أو منزول لازم نيم قيد بكتليه من دالي مميز يعني منزول أها شيد يا من دال فإن تحمل الصبي فبلغ فأدى ما تحمله قبل عند الجمهور المختلف فيه والجمهور ده قبول ذكره هذا الصبي تحملي روايتك كده حال السيبادة دعاء بالغ بو دعاء بلوغك أدى ما تحمله أداي كده جرايا أو شيء تحملي كده زماني من دال يدا أو قبول ذكره عند الجمهور شنك لانتفاء المحزور السابق شن أو محزور السابق كده صورة من دالبوني دا روايتي كده منتفية دا من دالبوني دا أقا حملك روايتك شهر دا من دالبوني دا بيع علمي هي بعد ما تكليفه ولا يحترزه ونيا أجر ولي الآن شو كبو تبيا ودزانيا أجر دروي بكا بو يعني بالغ بوا دروي بكا بناه دقاتي أو خلل دير داني لبروي قبول ذكري وقيل لا يقبله لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز ويستمر المحفوظ إذ ذاك تاكا دل قيل يك دل قبول ناكري شو كالصغر جي قماني أويا كزبتي دقيقي بوشتكي نبيو جي قماني عدم تحرز لكزيبو أوشتي محفوظي دكايا بخيالي خوي محفوظي كردوا جزيني خوي دا وقتي دروي تدا كردوا أو محفوظي استمراري بيدا دكا محفوظي أو وقتيا استمراري ويستمر المحفوظ إزاكا أوي محفوظي أو وقتي بو أو استمراري بيدا دكا يعني محفوظكي دا زماني السبايكي دا محفوظي كي غلط وهر أو محفوظة غلطشة دعاء دا ذهني دا دمينيه أو ضعيفة تاك احتمالي كي ضعيفة إذني أو دنا راسة واحتمالها هي ولي احتمالي كي ضعيفة جاء وانيكي حضرتي عبد الله ابن عباس كالرواية كي نقل دكا هنا وانا دبع زكتيبي كي داك أو من دالبو أزجب لما لا علي أحمديان أو ينسي وهو من دالبو أو روايته كردو فلانو أقايل أو ينبو كوقسي شي ضعيف وقسي جمهور أو كقبول ذكرية من دالبو شي من دالبو دا وقتي تحمل يدا من دالبو خد وقتي أداء دا من دال نبو ولو تحمل الكافر فأسلم فأدى قبل أديك كافر تحمل كيد وقت كفر كيد أبي أداء كيد وقت إسلام هذا لا وقبول ذكره معلومة أو خلاف تدانية قال المصنف في شرح المنهاج على الصحيح مصنف كتويت النا اختلاف تدايا مصنف ده شرح المنهاج ده كتويت على الصحيح قبول ذكره واني بلا خلاف نيا تمام ولي على القول الصحيح قبول ذكره وكذا الفاسق يتحمل فيتوب فيؤدي أو يقبل فاسق شروع وكذا الفاسق كتحمل بكا ودعاء توبة بكا ودعاء أداء بكا أو قبول ذكريا قبول ذكريا أو بلا خلاف هو كافر كينيا على صحيح تدابير ويقبل مبتدع لا يكفر ببدعته يحرم الكذبة مبتدئي كي ابتداعكي نقا تحدي تكفير ببدعتكي مبتدئي يوابك بسبب بدعتكي تكفير نكري تاك ولي مبتدئي يوابك كذيب بحرام بزانية يحرم الكذبة أبيش قبول ذكري تاك يقبل مبتدع يحرم الكذبة لأمنه فيه بويا قبول ذكري شك مأمونة أمن هيا لأمنه فيه شنك أمن كذبها فيه دا مبتدي عيدا يعني أمنيتها لويك كذب ناكا أمنه هي كبو بو كذبك يعني مأمون كذبك بنسبة مبتدعك مبتدع جوابك يحرم الكذب به تاكا
مأمونة دا كذيبة كيدا وبو ابتداء كشي كابتداء كي خلافة ولي تأويلي هي بو ابتداء كي يعني تأويلك بو ابتداء كي دكريتا بهانة بو بدعة كي لسر حساب نكين بالنسبة لروايتك أمنية تي كذيب هي دا موردي ويدا وبو ابتداء كش تأويلي هي ابتداء كي برأساسي تأويل أجا برأساسي تأويل نبيا نبيتها فسق شاكا سواء دعا الناس إليه أم لا كيف خويتي دعوتي خلطي بكا إليه بولاي ابتداء كيانيكا داعي بيا داعي نبي تبلغات شي بيا تبلغات شي نبي وقيل لا يقبل مطلقا قيل يقدر مطلقا قبولنا كري مبتدع داعي بيا داعي نبي شنك لابتداعه المفسق له لبر ابتداء كي كابتداء كمفسقة بلا ابتداعك كابتداعك مفسقتي يعني بابتداعك فاسق دبي بو يقبل ناكري فاسق ايش قبول ناكري ايش بابتداعك فاسق دبي ولي كانه او مفسق من متفق عليه وانيا بابتداعك كلرو تاويل الرابع مفسقني بلا تمام وسادسها يعني سادس الاقوال قال الامام مالك أيش تفصيل هذا داعي قبول ناكري نا داعي قبول ذكري ثالثي أقوال تاكا كأويج إمام مالك فرميتي وثالثها أي الأقوال قال الإمام مالك يقبل إلا الداعية دفرمي قبول ذكري مبتدع إلا مبتدع إيش كداعي بيه تبلغات شي بيه بو بدعتك يا خوي أي الذي يدعو الناس إلى بدعته يعني كسيش كدعوة خلشي دكا إلى بدعتك لأنه لا يؤمن فيه شنك مأمونية لأنه شنك كابرة المتدع لا يؤمن كذب داويدا لا يؤمن نائب فاعل يؤمن بو كذب كيدا سيتوا مأمونية كذب دا مورد داويدا يا لا يؤمن بو شو بلوتو لا يؤمن بو دا مبتدع دا تمام كذب مأمونية دا مبتدع دا مبتدئ ايش كداعي به ذكر لبروي داعي دروي انساسكا يبقى نفعي ابتداعك يا اخوي لانه لا يؤمن فيه ان يلع الحديث على وفقها تاك تشنكا كابري داعي مأمنيا أمنية دنيا دا موردي ويدا نا لا يؤمنون أي فاعل كي أن يلعيا مأمنية أمنية دنيا دا موردي مبتدعي داعي دا كوالع حديث كاعر وفق لسر وفقي بدعتك بنفع بدعتك أما من يجوز الكذبة أما مبتدعي شي كي يحرم الكذبة نبيه يبتدي كذبة بجائز بزانية أما من يجوز الكذبة فلا يقبل كفر ببدعته أم لا مبتدئ إيشي كتجويز كذب كدروية بجائز بزانية قبول ناكرية يعني مذهبك أيوة بدروية بجائز بزانية ونيا قبول ناكرية تكفير بكرية ببدعتك يا تكفير نكرية وكذا من يحرمه أما وكفر ببدعته وكذا كسج كتحريم كذبك كذب بحرام بزانية ولي بدعتك تكفير بكري كالمجسم عند الأكثر وكابري مجسم تاكا أبي شروايا وكذا من يحرمه وكفر عند الأكثر تاكا عند الأكثر ظرف لما تلمنه كذاب أو عند الأكثر كب وكذايا نق وكو مجسم عند الأكثر مجسم عند الأكثر منظور يعني المجسم كافر أي بلى اعلم أن المجسم فريقان فريق يعتقد أن الله تعالى جسم كسائر الأجسام وهذا لا خلاف في كفره وفريق يعتقد أنه تعالى جسم لكن لا كسائر الأجسام بل جسم يليق به وهذا مختلف في كفره والمجسم في كلام الشارحي من قبيل الثاني أو مجسمي منزورة كأو مجسمي مختلف في كفره تاك بويدلا وكفر ببدعته وكذا من يحرمه
بوزا أوي منزورة من قبيل الثاني أو تشيل سري نسيوة لعله الأولى شاك لجاتي الثاني شربيني لسري نسيوة بل الصواب هو لسر عمومي خوي بمين توا والكلام فيه شاك متى قيل والكلام فيه متى قيل بكفره شاك تمام مجسم دلا مصنف شو كدلا وكذا من ومن كفر ببدعته كالمجسمي دبي او مجسمي منظور بها كاولا يعني كافر بلا خلاف بلكو ناهر مجسم بعام بمينه تو بو اختصاص يبدا بساني جاكا اوي كفر ببدعته وكو مجسم جا مجسم كفر بها بلا خلاف يا كفري مختلف فيه بو قسلوي بكريكا ككافر دبي بفرز كافر بونيه تمام بلى جاء أويش وكو كفر ببدعته بلى وكذا يعني لا يقبلوا عند الأكثر لعظم بدعته لبروي بدعتك عظيمة شنك قيشوة تحدي تكفير ببدعتك والإمام الرازي وأتباعه على قبوله لأمن الكذب فيه أما إمام الرازي وأتباع إمام الرازي لسر أونك أو مبتدعي كتكفير ذكري ببدعتك يعني خوي لإسلامي نسبة دا فرقي لقال كافري أويا كافر قبولنا ذكرى أو خوي بمسلمان دزانية إمام الرازي وأتباعي لسر قبول مبتدعي ولو كفرش به لأمنه من لأمن الكذب فيه شنك درو كردن دا موردي لا مأمونة أمنيته لو يكدرو هناك ما دام يحرم الكذب به تمام هاي دي قصلة وجدكين وكذا من يحرمه وكفر ببدعته ويقبل من ليس فقيها أو جاب قبول ذكر الرعويش كفقيه نبي مستهد نبي منظور لفقيه مستهدا خلافا للحنفية فيما يخالف القياس بخلاف بحنفيان ده خبريك ذاك مخالف القياس به خبريك مخالف القياس به حنفية غير مستهدي قبولنا كان رواياتي غير مستهدي صاعك يبدل الريشي ها او بقري مسرات تسر بلا تدير لإدامة بلا بلا نا تدير لإدامة داكا اوان منظوري حنفيان لا بلا رواياتي انا فقيه اقا مخالف قياسي بودنا رواياتي فقيه مخالف قياسي بي رواياتك قبول دكنا روايتي كرابي كي مجتهد نبي ومخالف قياس به بخلاف حنفيان بو خبري كي كنا فقيه روايتي كردو مخالف قياسه تاكا بلا قبول ذكري كسي كفقيه نبي بخلاف حنفيان دلن نافقيه قبول ناكري دا صورتي كذاك مخالف قياسه به نقل مخالف قياسه نبي فيما يخالف القياس النافقيه قبولنا كريه لما تقدم لبر ما تقدم مع جوابه لبر او دليلي كرابراو شاك اكتيان مخالفتك ترجيح احتمال كذب هذا ما تقدري لك او ابو مخالفتي قياسه ترجيح احتمال كذب غير فقيه كيدا تمام ويقبل المتساهل في غير الحديث قبول ذكر كسجك سهلنغارا ده موردي غير حديثي پیغمبر الله صلى الله عليه وسلم ده حديث يدا متساهلني ولي ده غير حديث يدا متساهلا تيكل بيكل هي جاري واهيا متوجب زياد دكا كم دكا زور دقتي ناكا مزول التساهل اويا نقدروا كرني عندي مزول التساهل اوانيا چونك بوي فاسق ده بيه متوجب متساهلة يعني بيدقتي ذكا لو بيدقتي داشتي خلاف اجدلا نلبر تعمد ذكا زبدا متساهلة دا غير حديث دا بأن يتحرز في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوريك دا حديث دا تحرز ذكا لا يعني دقتي ذكا لتحرز
نك تحرز ذكاء لكذبي ودشتي دي كذا تحرز ناكا شو قد تحرزي لكذبي انك كذا بتفاسق دشتي دي كذا متساهل بيد غير حديث دا بو جوري كذا حديث دا تحر لحديث لبيغمبري دا تحرز يبكى لتساهلية نك تحرز يبكى لدرويا دوية دا تساهلية ناكا لأمن الخلل فيه تك مأمون خلل فيه دا متساهل دا خلل دا حديث دا مأمون دوي دا بخلاف المتساهل فيه بخلاف كسيتي متساهل به حتى هذا خبري عن النبي ده أو مردود ده بتوا لبر تساهلكي تمام تساهل ده وده مردودة لبر تساهلكي ردك بتوا وقيل يرد المتساهل مطلقا أي في الحديث أو غيره لأن التساهل في غير الحديث يجر إلى التساهل فيه قيل ده مطلقا متساهل بهذا حديث في غبر ده هذا غير ده ردك بتوا تساهل ده غير حديث يجدا سدجش التساهل لحديثنا ويقبل المكثر من الرواية وإن ندرت مخالطته للمحدثين إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان كسيش زور رواية دكا مكثر من الرواية روايات زورا قبول دكري با مخالطش دكا المحدثين نادر بي وزور نبي أي والحال كذلك حال وابي مخالطي نادر بي وإن مزول له جملة حالية لكن إذا أمكن تحصيل ذلك القدر تاكا حالي وابي كان نادر بمخالطي بلام ندرتك نقا تحدي ويك ممكن بتحصيل أو مقدار حديثي ده ومقدار زماني ده كتيك لابيبوا لكن ممكن بتحصيل أو مقدار كسيري الذي رواه من الحديث في ذلك الذي في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين صالح شوار روجان مخالطي كدو بشي ما يجي دجيرته ونابي آخر معلومة وقبول ناكري ما يجي مخالطي محدثين كدو ونادري دي ما يجيك شاكا ولي ما يجي بشي ما يجي دجيرها بشي ما يجي جزورة اي ونيا فإن لم يمكن فلا يقبل في شيء أقل ممكن نبي تحصيلي أو مقدار كسيري كروايتي كدوه قبول ناكري أو كابرا مكسيرا في شيء في شيء مما رواه دهيس فرد يقل أفراد ما رواه إذا قبول ناكري شنك لظهور كذبه في بعض لا تعلم بعينه شنك ظاهرة دروبونكي ده بعض يقل لو شتان ناك رواياتي كنك أو بعض نازانين كهيا لبروي همو مردو دوء دل كابرا شوية ميواني يشي بزوري تسكر لآخر شو كيدا كبرك تتخا أو قصانة توهم رازبون في الله دروي كان تدابو كتير زهمو يعني هيد شو نزام ويا كجاهيا بويا ده هيد سان ده قبول نافيا شو كنزاني لبروي مكسيرة كجاهيا يعني لو كسرة يدرويا وشرط الراوي العدالة تاكا العدالة دي بلا سيديكش سيديكش هي غير العدالة بلا تموانية الذكورة إن مؤنث بون مذكر بون وأنا شرنين ده إسلام يجزي من رواية داهية وكل كده منه أي معلومة يجزي من عدالة ده أوه بلا بس كده تعرفه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين قد دعوت كرابيه